صباح الخير وأضحى مبارك على الجميع، إذا كنتوا عم تحضرونا بلبنان أو خارج الأراضي اللبنانية، إن شاء الله هالعيد يكون عم يقطع بطريقة سلمية حضرية وحلوة، وفعلا تكون التضحيات هي تضحيات من القلب مش تضحيات هيك عشوائية مثل ما بيقولوا. على كل حال بلا بوتيك دايما الجو عم بيكون فرح ومريح، لو نحن عم نحكي عن برودكت، لو نحن عم نعمل شوبينج فينا نعملها بروح رياضيه كمان، مشان هيك دائما منتقل على كمان ريشا وقت يكون موجود معنا. اهلا وسهلا فيك كمان، وعلى كثير من الوكلاء يلي بندعيهم ينضموا لحلقتنا مع البرودكت يشرحوا عنهم يفسروا اكثر عن منتجاتهم، لانه كمان بتتعبوا لتلاقوا برودوي باي مجال اللي كان، يعني كاشخاص عم يفتحوا بزنس بلبنان وبدهم يستمروا بتتعبوا، فلازم أكيد. يكون عندكم منبر على القليل تشرحوا مزبوط على البرودكتس تبعكم وتفسروا. احلى منبر هو اللابوتيك. ثانك يو كمان. على كل حال فيكم تتسوقوا عبر 9700225678 و9، وطبعا تشوفونا عبر الويب سايت الخاص ببرنامجنا على بوتيك شوبينج تي في دوت كوم يلي كمان من خلاله فيكم تتسوقوا. قديش عطيتك هيك يعني حركت شوي اكثر المبيعات لبوتيك؟ لا كثير كثير منيح، راضي عن واللي عم ياخذوا عم تكون ريزلتات كثير منيحه، من هيك عم بزيد المبيع. جريت. يعني اللي عم تاخذ عم تكون مبسوط، عم يرجع ياخذوا كل اللي حواليها. وهذا الشيء رح يستكشفوه مع الجام يلي هي انزو، هي محطوطه عليها للكيراتين للحفاظ على الكيراتين والكولاجين والكريستال، وانما اليوم كمان انت بتشرح انه عم نحكي عن برودوي كثير فعال حتى بتطويل الشعر، بيعطيه نضاره ويعطيه قوه اكثر. خبرنا اكثر عن هذا الجام. 100% عندنا شامبو افتر كولاجين كريستال اند كيراتين. هون عم نحكي عن كل شيء تريتمنت، اذا الشعر تعبان مقصف هيدا بنعمل له تريتمنت، هذا بينشغل وراهم. بلس هون محطوط فور كولوريد اند دامج هير، اوكي للشعر المصبوغ والتاليف كمان. اوكي بذات الوقت هو فينا نستعمله لاي تريتمنت عندنا اياه بنعمله. اي تريتمنت بنعمله ليه؟ لانه مثل ما ذكرنا انه هو المواد اللي بقلبه ما بيأذي الشعرة ولا بيرجع بيروع عنا هالتكنيك اللي انشغل، يعني بحافظ كمان على التكنيك ان كان يتصبغ، ان كانت تصبغ كل جمعتين قديه بتصير كل ثلاث جماع تقريبا، بس ما بقى بيبهت 100% ما بيبهت اللون كثير. والاشياء اللي بنعملها مثل الكولاجين وغيرها يلي على مدى الاشهر بحافظ عليها لانه ما في كثير كبريت بقلبه. اوكي فاذا هيدا اول برودوي بهيدا الجام يلي شخصيا نحن بنستعمله. هلا ادريسي على الكولينج سنتر دقوا له واسالوا، عم يطول شعره بشكل مش عم تلحق له بقى طبعا. اوكي الماسك، ماسك كنت قلت لك بدي ركز على الشامبو، انه بس نقول انه كميه الكبريت فيه قليله، يعني هذا فينا نستعمله للاطفال ما في مشكله. اوكي هن ليه بيزيدوا بالاسواق الكبريت على اذا بنعرف الشامبو اللي بالسوبر ماركت هيك بجيبوا له تما للدموع تما ينزل دموعهم هيك، هذا بيكون خالي من السلفات بنحسه ما بيرغي كثير على الشعر. ايه اوكي. هون كمان هذا بس بيرغي هيدا، يعني انا بيرغي لانه محطوط مستبدلين السلفات بغير شيء ما بيأذي. اوكي هيدا هو، فالنتيجه عم تكون بنظف اكيد الشعر وفروه الراس، وبنفس الوقت عم بحافظ صح. على التكنيك وعم بيطول لنا شعراتنا. الماسك عندنا الماسك يلي هو اميزنج هيدا مثل اسمه اليوم رح شوي على الكاميرا فرجي قديه كونسنتري هالقد سميك، يعني هالقد سميك يعني بنوطيه هيك ما بيقلبوا. اوكي هيدا فينا نعمله 10 مثل هيدا اذا كان رخوة او كريم. اوكي يعني بالاسواق يخلطون اكيد يبقى مثل الماي الكريم والماسك. هيدا كونسنتري مسمينه اميزنج لانه كمية عم نحكي عن نص كيلو نص كيلو 500 جرام. هيدا فظيع، يعني سيدة فيها من بعد كل حمام شعر تحطهم 5 دقائق على شعراتها صح؟ 100% وشو ما كان شعرها تالف محروق مقصف من بعد ثالث استعمال بتحس انه بلش شعرها كثير يتغير وكثير منيح. اوكي وبتوفر النتيجه يعني نتيجته كثير كثير جيده جدا. نرجع على الليف ان ديتانجلر يلي هو بينحط ما بعد الشامبو والماسك، بس تظهر السيدة من الحمام بيكون شعرها معركج ما بيتخلص بسرعة، ناقص منه الفيتامين اي، ناقصين الفيتامينات، هيدا بترشه قبل ما تخلص شعرها. اوكي بترجع طلقت الفرشاية وبتخلصها. امبارح انا بحط لها اياها لبنتي بعد الحمام، امبارح اضطرت تعمل جدولة بدنا نمشطه،
رشيته هو ناشف، ما فينا خبرك كيف قطعت الشاي. كمان بيمشي. ما في اي اي هون، هي فكره جديده عن زيت. انا امبارح انا بدي اخلص استشارات لجد لها اياه هون دغري يعني رشيت تركته هيك قبل كله. كمان يا ريت بتفوت لوتشانا معنا، سألوا لي اياها اذا بتفوت نظبط لها. هو على على المي بيطير، بيرجع بس نشف الشعر بده يطير عن الشعر. اوكي بيروح يعني ما بزيت الشعر، ما بسبسل، ما بيعطيني هذا الجريسي لوك. يعني اكثر شيء عم ياخذوه يعني لسيدات الكبار، بس كمان كل اللي عندهم بنات شعرهم بعركج ما بيتخلص، تبكي هي وعم بيخلصوا لها شعرها، تاخذ من هيدا وعم مسؤوليته. اوكي هدول ثلاثة بروجي سعرهم $60. الهدية رح تكون الانزو يلي هو سيروم. انزو سيروم يلي هو بلحم الاطراف. اوكي اي تقصير فيه بالشعر بلحمها من بعد كمان ثالث. ما فينا بس بدي ركز، ما فينا من اول استعمال نعطي انه النتيجة من اول استعمال، ما فينا. يعني اذا واحد بده ياخذ دواء ثالث حبة تبلش تعطي نتيجة، هو مثل الدواء هيدا يعني ثالث استعمال رابع استعمال تبلش تاخذ النتيجة. اوكي سيروم فينا نحطه على المي من بعد الليفين، وفينا من بعد ما ينشف الشعر. هلا شعراتك فينا مثلا حط لهم شوي سيروم. انا حطيت لهم قبل بس قلت لك لازم حط بعد هيدا نقطتين حطينا سيروم نفركهم. رح نفرجي اذا تفرجي بس قبل كيف بيكونوا ناشفين، لانه الريزلتات رح تكون سريعه كثير. بقرب انا؟ لا. اوكي عن جد ريحته اصلا رائعه، ريحته حلوه ليمون. مرسي. اذا عم نلاحظ حتى عم بتخصل كمان. هي اذا عم نلاحظ ما في تنوبر، ما في بقى هيك مره على مره بلحم الاطراف ببطل فيهم تقصيف ابدا. حط يا اندس هون. هي اكيد 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 اكيد. حط لي هون. عيب يعني للفركور. اوكي فعن جد بيتغير هيك نفسيا الشعر وبيصير مرتاح. اذا بتحسوا كيف صارت اللمعه هون على شعره. ايه بس مش لمعه الزيت صح؟ يعني لا 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 انت عم بتشوفي ما في ابدا. اوكي عن جد صاروا احلى. ايه يعني بتحسي صار فيهم لمعه نوبر منهم، صاروا فريش اكثر، صاروا مرتاحين اكثر 100%. صح ما بقى بحس واحد شعره ابدا. هيدا كادو بيطلع مع القام. اوكي فاذا هيدي اول قام، ومثل ما قلنا عم بيكون سعره حصري من خلال البوتيك مع الهديه طبعا يلي يعني بشخصه كمان لسه عم بقدم لكم اياها على الهواء. برا اغلى اكيد، بس نذكر انه من وين ما بده يجيبوا هيدا القام الاصلي المزبوط هيدا حقه اربع بروديوات يعني بين 85 و 100 دولار بينباع تقريبا. اوكي ايه. هون عم بيكون اكيد 60 وهيدا فري عم نعطيه. ايه. يعني هلا وقت بينقطعوا من الشامبو فين يتصلوا فينا او فيك ليرفعوا يأمنوا الشامبو لانه دائما بده بس عموما 8 يعني يكونوا حبتين تنقدر نوصلهم لهون دليفري. اوكي طيب حكيني هلا عن الفير الستريتنر بالاول كمان بدك ايديك. لا سافا اذا فيك كلينكس كلينكس تنقدر نمسك الفير. اليوم رح يكون في كادو رائع مع حيلا فار رح تاخذوه. حيلا اثنين الكترونيك يعني. اوكي يعني اذا بناخذ الستريتنر وبناخذ الفار او الفار والسيشوار او سيشوار و حيلا دو برودوي الكترونيك. اوكي رح تطلع لكم هديه بقيمه $50 يلي هي قام انزو ارجن اويل يعني بقيمه $50 اذا بتاخذوا دو برودوي او السيشوار مع الكيرلر او السيشوار مع الستريتنر او الستريتنر مع الكيرلر او اثنين كيرلر. يعني اذا اخذنا هود الغرضين لدو ناخذ قام الارجون اويل يلي ريت تحط الكاميرا عليها هون اللي هي بقيمة $50 رح تكون كلها هدية اليوم. واذا اثنين اصحاب بدهم ياخذوا اثنين ستريتنر كمان بيطلع ما بيأثر ما بيأثر يعني ما عندنا مشكلة. اي اثنين الكترونيك بيطلع لهم هيدي القام يلي هي اربعة برودوي شامبو عندنا الماسك السيروم والشاين يلي هو بينرش على الشعر الناشف تيعطي لمعة. هو علاج كامل للشعر التالي علاج كامل ايه علاج كامل مكون من الارجون اويل. اوكي يعني هو كتير هلا معروف ومشهور وكل العالم عم تسأل عنه بتحبه. خبرنا على ستريتنر ليش بروفيشنال وهوم يوز بنفس الوقت وليش بحافظ على الشعر ما بيحرقه. اوكي اول شيء هذا الفار كتير جيد، وحتى بدي ارجع اذكر انه كتير سعره كتير منيح لانه برا بينباع اكتر لانه
very 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 professional. اوكي. عندنا شريط تورمالاين طويل، بيجي كثير طويل الشريط تبعه، يعني ما بيزعج السيده او الكوافير حتى بالصالون اللي هو عم يشتغل لانه كثير طويل. هون تورمالاين ما بيعلق معه. عندنا البليت تبعه تيتانيوم طويله كثير، هو عاده الفيل بيجي اقصر شوي البليت تبعه. اوكي، ليلقى بذات الوقت عريض عريض، بياخد كميه شعر كثير كبيره. أوكي. عنده اون اوف بتطلع حرارته لل 450 فهرنهايت وبتتعدل لحديد 310 فهرنهايت، يلي هو اذا شعر ناعم كثير رقيق كثير بدهم ضرب صغيره ببطوها. شعر كثير عبي فريزي ما بينعمل ولا فار بحطوا 450 وبينزل بخمس دقائق بيكون خالص. اوكي، هسا بنحكي تيتانيوم كمان عم نحكي افضل من السيراميك، في فتره قطع كثير بالسوق سيراميك افضل شيء لحديث اليوم هو تيتانيوم. أوكي. بعد ما طلع شيء جديد. أوكي. اكثر منه يعني اليوم عم نحكي بنيو تكنولوجي. هيدا اوكي، هيدا هو الفار. سريع حراره، سريع بيحمى بثلاث ثواني، بنحطه بالكهرباء بندوره بظرف ثلاث ثواني بيكون حمي كليا. سيدي خمس دقائق بتخلص شعرها هيك ضربه بتروح على شغلها. هيدا هو. فاذا فيكم برودوي الاساسي بالبيت من بعد السيشوار موجود من خلال بوتيك فقط ب 75 دولار، وطبعا عبر 79-225-789. الكيرلر رح تخبرنا عنه كمان كمال، واليوم برجع بقول اذا بناخذ الستريتنر مع الكيرلر من خلال بوتيك او اثنين ستريتنرز او اثنين كيرلر سيشوار سيشوار، يعني حيلا دو برودوي رح يطلع لكم جامل ارجن اويل من انزو فور فري اللي هي قيمتها 50 دولار بلا بوتيك، اكيد برا عم بكون سعرها اكثر. خبرني كمان عن الفار اللي معك. كيرلينج تيتانيوم كمان نفس الشيء، الحديد تبعه يعني المعدن تبعه تيتانيوم. عنده ستاند ما بيحرق الكاونتر عند السيدة، وين بنحط حتى عند الكوافير. هذا بروفيشنال يوز، لانه كله عم نحكي اليوم ببرودكتس بروفيشنال يوز. صح، بنحط على الكونتوار او على الهيدا ما بيحرق ابدا. عنده بالمسكه تبعه فينا المسكه نحركها حتى تفلت الخصله مش نحن وسريع سريع كثير، بيحمى بظرف خمس ثواني. عندنا اون اوف بلس، هون بنعلي الحراره قد ما بدنا وبنوطيها من لحديد ال 430 فهرنهايت، ما فينا نحطه 450 لسبب انه هذا بنلف فيه الشعر. أوكي. نخاف انه زبوني او الكوافير هيك يطول شوي صغير عليه، ما بيسوى. اوكي، معمول يعني معدل لانه ينشغل فيه بطريقه كثير. اذا لفيت الخصله قد ايه بتعد لتفكها؟ بتلف فيها بتعدي الخمسة هيك بس كثير سريعة. واو، اوكي، فكمان موجود وبسعر جدا قليل رغم انه بروفيشنال، عم نحكي عن 50 دولار. هدول عم بكونوا اسعار هيك حتى فعلا سيدة تنبسط وقتها بتشتري برودوي بروفيشنال وما تكون كثير عم تدفع مصاري. 100%. فاليوم اذا بناخذ بقيمة 125 دولار عم نحكي عن الستريتنر والكيرلر مع بعض، رح يطلع لنا كادو بقيمة 50 دولار ارجن اويل، الارجن اويل الجام كلها، وهدول اتس ماست يعني اليوم بعد شوي بالشتاء حلو وحده قبل ما تروح على الشغل. هيدي بس كرمال العيد اليوم نحن عم نعملها. اوكي، فاذا فيهم يستفيدوا منها وللسبت كمان يعني هي لبكره اليوم وبكره، لانه بدها تنعيد الحلقه بده المخرج انه نعيد العالم. اكيد اكيد. خلينا ننتقل للسيشوار معك. أوكي. هون سيشوار هون، خليني وقف هون تندن. يلا، سيشوار هو ايونيك نانو تيتانيوم، الريزيستانس تبعه من جوا. اوكي، بينشغل هيك شو اذا حطيت الكهرباء محطوط، رح نفرجي كيف. هون على الكاميرا هيك بندوره، عنا الكبسه الزرقاء هون كثير قوي كمان. عليك سوري سوري بالسالون بس شو سشوارك؟ وانا عم بعمل وعده والثاني عم قاعد عم تتنشط فور فري. مظبوط، قاعد لشوف قد ايه قبل هيك سوي. عندنا كبسه زرقاء هون، عنا كبسه زرقاء هيدي بكل السشوارات بتعطي بارد، نحن بالعكس ضحكتني بلاش. هيدي بتعطي حرارة سخن بعكس كل السيشوارات، يعني اليوم من بعد ما ندور السيشوار اوكي دورنا نكبس على الكبسة الزرقاء. نكبس على الكبسة الزرقاء ليك هون كيف بدوي الايونيك، اذا عم نلاحظ كيف عم بدوي الايونيك. هيدا شو يعني؟ هي لانه عم يعطي حرارة كثير زايدة، الايونيك جوا بيحمي الشعرة تما يحرقها. عظيم.
موجود كمان من خلال البوتيك ب 65 دولار وهو بروفيشنال، واذا بتاخذوا معه فير او سيشوار ثاني اذا حدا عم بجهز لصالون هذول كمان هذا بروفيشنال يوز مع كفاله بجنن وقوي كثير. يعني اليوم الكوافير اللي رح ياخذه رح يكون اقوى سيشوار شايفه لحد يطلع، لانه حراره كثير عاليه كثير كثير عاليه. فصار فيكم تتصلوا فينا وتحصلوا عليهم وتستفيدوا اليوم من الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. برودكت مع الماشين تبعه كمان هيدا أساسية للشعر وقت بيكون عم بيهر جراء يمكن بروبلمات جينية أو حتى أوقات تبقى سوء تغذية أو تعرضنا لمشاكل صحية ممكن أدت لهر الشعر وبدنا نرجع نعالج هيدا الشعر من جذوره ونضمن الفعالية. لازم نختار جام أنزو إن كان الماشين أو حتى البرودكت بحد ذاته. 100% هون عم نحكي على 10 أمبولات. كل أمبول بتستعمل مرتين مش مرة واحدة. ليه؟ لأنه 10 ام ال بغير برودوي تجي الأمبول يا 6 ام ال يا 5 ام ال. نعم. هون نحن عندنا أمبول كبيرة 10 ام ال. يعني 20 سيشن. 20 مرة. يعني إذا السيدة بدنا نقول بتغسل يوم شعرها يوم إيه يوم لا، تقريبا بكفوها شهر ونص. أوكي، بهالشهر ونص بتبين نتيجة. ببلش النتيجة، بدها تستعمل علبة تانية تخلص من المشكلة تبعها. نهائيا. يعني هو العلاج بكل دول العالم بأي برودوي بدواء الهار 3 أشهر. عظيم، هون يمكن كان أسرع شوي كمان. هون أسرع شوي. أسرع. أسرع شوي بس إنه بأي برودوي أنا بقول لها غير حتى الأنزو 3 أشهر بدها. أوكي. ما في كهر. نعم. تتخلص من المشكلة. شامبو أساسي بهيدا العلاج لأنه بيشتغل كمان على بصلة الشعر. مظبوط، في عنا مثل هو بقلبه هيدا في مواد أكيد للهار. بلس في بقلبه مادة الكلينزينج شامبو يعني منظف الجلدي يلي هو بشيل كل المواد الدهنية كل الزيوت كل البكتيريا كل الغبرة ملزقة على البصل على البصل ليه مزبوط بشيل كل هالاشياء عن الجلدي كرمال تا هالبرودوي يكون سهل انه ينزل على البصلة. اوكي، من هيك هيدا البرودوي اللي بياخده ما رح ينشف شعره يعني يصير ناشف بس انه ما بحسه مثل مثلا الافتر كيراتين افتر تريتمنت او الارجون اويل كثير ناعم رح يكون على الشعر. هذا شوي بحس انه شعره ناشف في لانه علاج الهر هو من هيدا الطريقه. اكيد يعني اكيد لازم ينظف لازم ينظف كثير. طيب ينظف كثير يعني بده ينشف. اوكي، لانه اذا في كريم بقلبه للشامبو بس اشرح الشغله لانه كثير مهمه. اذا في كريم بقلبه الكريم بيرجع بيخبي مسام البصله ببطل البرودوي يقدر ينزل بمرتاح على البصله. اوكي مزبوط. لهالسبب هيدا يعني كلهم لانه بيقول ينشف شعرنا شوي صغيره مجبور ينشف الشعر شوي. اوكي شوي صغيره مش انه ينشف شعر. جام موجوده ب 50 دولار ويمكن مزبوط. حدا شاري جام غير ماركه ثانيه شاري كميه في يستفيد منها اذا اخذ الماشين انه تقدر تفعل له هيدا البرودكت والامبوليت اللي هو شاريهم. شو هي هالماشين وشو اساس العمل فيها؟ الماشين هي كنية عن فرشاية. اوكي. فرشاية بس بنحط البرودكتس بقلبها. بهالطريقة. فإذا منفضي أمبول إذا اخترته أنزو بكون عملته كتير منيح وإذا ديجا شايفين أمبولات تانية. حطينا شوي هلا لأنه على الهواء. اوكي. اوكي. نسكرها. نشتغل فيها فايبريشن. اوكي هي الفرشاية في إلها فتحات صغيرة بمطرح ال. إلها فتحات بكل سنينها هون. اوكي. بس نكبسها. بصير ينزل برودوي. ايه وبتعمل بذات الوقت مساج للراس بتوزع الدواء بطريقه كثير مرتبه. ليه؟ لانه بس يتوزع الدواء بطريقه مرتبه يكون في الماسكي فايبريشن هالبرودوي عم بهز عم ينزل اكثر على البصله. اوكي عم يوصل بطريقه اسرع على البصله وصارت طريقه اكثر متساويه اكثر 100% مضمونه انه كل فروه الراس اخذت. اذا بنشوف ايدنا كيف عم ينزل البرودوي على ايدي ما بتوجع ما بتنقر الراس يعني اللي خايف منها كثير خفيفه هيدا وهيك بيتوزع البرودوي هي. ونرجع من بعدها بنثبت بواسطه الانفراريد اللي كمان نرجع الانفراريد اللي هي كمان فرشيه ما بتعمل شيء ولا فيها حراره ولا اي شيء هي بس انفراريد براش كرمال تخلي البرودوي يتفاعل كمان ينزل بسرعه اكثر على البصله كرمال هالبرودوي يعطي نتيجه اسرع واقوى. اوكي
فاذا كمان بروفيشنال يوز، واذا حدا بسيده ببيتها بدها تستعملها اكيد فيها تستعملها ايزي تو يوز، بس بنمشط فيها شعراتنا بنرجع بنمرق الانفراريد عليها. اذا بتاخذوها اليوم من خلال بوتيك رح يطلع معها جام منع تساقط الشعر، الامبول مع الشامبو يلي بقيمه $50 رح يكونوا فور فري. واليوم كمان من كمال ريشه هديه بمناسبه عيد الاضحى لهاليومين المتتاليين، رح يكونوا مع اي برودكت ان كان كيرلر مع السيراميك فير، يعني قطعتين مع بعضهم، سيشوار كمان مع فير او اثنين مثل بعضهم، رح يطلع لكم جام الارجن اوي فور فري واللي هي كمان قيمتها $50. هي قطعه من هودي الثلاثه. اوكي، كل اثنين بيطلع معهم الارجن اويل فور فري، الجام كلها المؤلفه من اربع برودكتس. كمال ثانك يو، ميرسي كثير على هالكادو بالعيد، وعليك يا رب. خلينا ننتقل مشاهدينا لنشوف فيديو بيعرفنا اكثر عن البوبلينج اللي هي كمان وسيله هالمره كيفيه استخدامها على البشره حتى للمسام تبع بشرتنا هالمره تكون نظيفه، ويقدر حيلا مستحضر عم نستخدمه انه يفوت الى داخل البشره يتفاعل اكثر ويعطينا نتيجه اكثر من بعد ما تكون نطفه المسام كلها. تابعوا هيدا الفيديو. فاذا سونيك فور كليزر من بوبلينج هي الوسيله الانسب لتنظيف البشره والضمانة بانه بشرتنا نطفت. ليش؟ لانه هالشعيرات اللي معمولين من المايكرو فايبرز هن اساسيات، لانه بفوتوا الى داخل كل نقطه من المسام وبتنظفها من جذورها. اليوم مسام البشره اذا كانت نظيفه فعلا البشره رح يفتح لونها، رح يصير ملمسها انظف لانه وانعم، لانه عم تبرم فيها الكولاجين وعم يبرم فيها الاكسجين، فهيدي الشغله كمان اساسيه بنظافه بشرتنا. شو ما استعملتوا مستحضرات بلا البوبلينج يمكن رح تكون النظافه عن سطح البشره، وانما رح تدعموها اكثر وقت بتستعملوا البوبلينج على بشرتكم، وبالتالي المسام بتفتح، بتشيلوا الرواسب يلي مسكره داخل بشرتكم، وبتحطوا الكريمات بطريقه انسب، وطبعا بتصير متساويه لان كل مسام البشره بتكون نطفت. بنحس حالنا بشرتنا فتح لونها لانه ما عندي بقى كمخه داخل المسام ومسكر عليها البشره، البشره بتبطل داكنه اللون وغير متساويه، بالعكس بتفتح، بتصير عندي بشره نضره مثل ما عم نشوف، بشره ملمعه لانها نظيفه. وهيدا الشيء بندعيكم تستعملوا البوبلينج صبح ومساء كل الوقت وقت تكونوا بدكم تنظفوا بشرتكم، ان كان لازاله الميك اب، ازاله الاكراه، وبس اذا بس بدنا ننظف بشرتنا ونعملها مساج هي وسيله مناسبه لالكم. اصعب انواع الماسكارا والميك اب كمان ممكن ازالتها بواسطه البوبلينج، وحتى فيكم تزلوها بلا ما تكونوا حاطين صابون او كلينزر، ما بعرف ليش انا هيك اوقات الماسكارا بتنشال معي بس بالمي بواسطه البوبلينج. موجوده من خلال بوتيك باربع الوان مختلفه، وبتختاروا هديه من الاثنين او نو تريمر او التربانا، وبالتالي بتكونوا استفدتوا من هيدا العرض. وطبعا عبر 979-225-678-9 فاتصلوا فينا هلا حتى نأملكم اياهم وين ما كنتوا بلبنان من دون اي تكاليف اضافيه. ننتقل لفيديو بيعرفنا اكثر عن التوز رينجز يلي بواسطتهم رح تقدروا تستغنوا عن جلسات الريفلكسولوجي او الاكيبانكتشر، لانه رح تقدر فعلا تعمل اكيبانكتشر على نقطه معينه باسفل الاصبع يلي هي لها علاقه بالتنحيف من خلال الحرق الاسرع والايض الاسرع او الميتابوليزم. مثل ما عم بتشوفوهم هن مثل الخواتم المطاطيه المعمولين من الرابرز مزودين بمغناطيس، هذا المغناطيس وقتها بينلبس بالاصبع الكبير من الاسفل على المنطقه يلي اصلا ما بتلامس الارض، يعني يمكن لو بتلامس الارض ما كنا بننصح، هيك بتخيل. فهون بنكون عم نحفزها، عم نكبسها، وعم نخلي نعطي اوردر للبيتوتري جلاند يلي موجوده بالدماغ انها تقدر تعطي بدوره خدمه افضل لجسم عم يحرق اكثر، لجسم قادر يصرف الدهون يلي عم يتناولها. وهون اشاره انه ما لازم نزيد اكلنا وقت نكون لابسين التوز رينجز، بنضلنا محافظين على نظامنا العادي، وهي لحالها رح تقدر تامل التنحيف. هون عندهم بدانه زياده رح يحسوا انه ضعفوا اسرع من الاشخاص يلي وزنهم قريب للوزن النورمال، هيدا الشيء كمان رح يبين معكم على القياسات، وما لكم غير تختاروها من خلال بوتيك، سعرها قليل جدا نسبة لكثير من المستحضرات اللي بنشتريهم وبناكلهم وبنبلعهم وبنشربهم. فهون عندي without side effects، ما عندي ردود فعل سلبية بالعكس، وسعرها فقط إذا $50.
برودوي اساسي وقت نرجع على البيت نقعد ونعمل مساج، ما بننطر حدا يجي لعنا يعملنا مساج. ماشي اتركوها هيك مثل ما انا بعمل على الكنبيه بقط القعده، ما بدكم تلقوها بمحل، شكلها لذيذ منا مزعجه، ما حدا رح يعرف شو هي، ما حدا رح يقشطكم اياها، بس وقتها بتوصلوا بتوصلوها على الكهرباء وبتلبسوها. مجرد انكم تلبسوها بايديكم رح تشد هي بدوره على الكتاف، بتفوتوا ايديكم هيك وضمننا انه هي صارت لاقيه علينا. شو بتعمل؟ عندها اثنين مكانين كل واحدة فيها اربع بولات او اربع جلال لتقدر ترخي العضل وتقدر تعمل مساج، والانفراراد يلي كمان موجودة هون اذا دويتها بتبلش تعطيني حرارة، وهيدا شي فيني دوره وفيني استغني عنه. عم نشوف اللون الاحمر هو هو الضوء. خليني افرجيكم كيف عم تشتغل. فهون بتلاحظوا الجلال عم يبرموا حول سنسلة الظهر، يعني السنسلة عم بتكون مرتاحة، ايدي هن يلي مثبتين على الماشين، مش انا لاقية بشي محل، فهي يلي ثابتة. ليكو كيف عم تشتغل بعيدة عن سنسلة الظهر. هيدولي هن العضلات يلي اكتر شي بيكونوا اجمالا مشنجين، ان كان للرقبة بعدها بعيد السنسلة، ان كان وطيت حد الرفش كمان مطرح ما اكتر شي بيكونوا معلقين، وبتشتغل مع يعني مثل الساعة وبعكسها حتى كمان تكون عم تعمل مساج بالطريقة المضبوطة. كمان عم نلاحظ كل ما وطي تقدر تعطيني بالمكان يلي أنا بحاجة، وبالتالي فيني شد بإيد اليمين حتى خليها تشد أكتر على الجهة اليمنى، واليسار كمان بنفس الموضوع. فهيك بتكونوا عم تعملوا مساج، أنتوا عم تقروا عم تحضروا تي في، ما نكون مزعوجين. تقريبا 20 دقيقة تايمر تبعها وهي بتطفي، فما بتكون بحاجة أنكم تكونوا أكتر عم تعملوا هيدا المساج. راحة سريعة دغري رح تحسوا حالكم ارتحتوا من بعد استخدامكم لإلها. الأكسي على الأزرار كمان سهلة وهينة، وحتى مع قطعة خاصة بالسيارة في حال بدكم تحطوها بقلب السيارة حد الشوفير لتعملوا مساج بالأيام يلي بتسوقوا فيها كتير. في ناس بيروحوا كل يوم يمكن على الجنوب من بيروت، كمان فيهم يكونوا عم يريحوا حالهم بواسطتها. إذا موجودة من خلال بوتيك ب 99 دولار، وهيدا اتس ماست من خلال برنامجنا، لأنه دايما القطع يلي هيك بتكون كاتشي ايتمز بتخلص بوقت سريع، فاستفيدوا منها. وعن جد يعني بس إذا عملتوا خمس دقايق بتحسوا حالكم صرتوا أكثر فريش وعضلاتكم بطلت مشنجة. رح انتقل لمجموعة علاجة الألمانية يلي هي مجموعة ضرورية بكل بيت. يمكن أوقات واحد إذا ما صار عنده مشكلة بالضغط أو حدا نقصد ضغطه ما بيروح بيركض يشتري ماشين ضغط، وانما اليوم وقتها تكون الباكج من العلاجة الألمانية الصنع بسعر جدا مناسب للجميع، فما تترددوا انه يكون عندكم ماشين للضغط، ميزان حرارة ديجيتال للاذن والراس والصنديحة يعني، فهيدي شغلة اكيدة مهمة. جامعة الماشين بين الماشين التقليدية القديمة والماشين الديجيتال، وانما حتى تكون سهلة على الجميع انه يكونوا مثبتين ايدهم اليسار اكيد، وبس كبسة واحدة يعني ما بدنا شيء، بدنا بس نكبس ستارت ونتركها. مين ما كان في يعرف ياخد ضغطه، ما بدها كتير فلسفة، الارقام تبعها كبيرة واضحة، شاشتها واضحة، وحتى الميموار تبعها بتحفظ 99 مرة تاخد فيها الضغط، وبالتالي فيني يكون عم راقب الضغط العالي الواطي وحتى طرقات القلب على مدار النهار لفيد الطبيب، او حتى انا اعرف حالي قديش ضغطي. هيني مكفولة، بنصحكم انكم تختاروها، والاحلى يعني انا دايما بحس انه لانه ما فيها كتير ازرار وما فيها كبسات، اذا واحد كان عن جد تعبان دغري في يقدر ياخد ضغطه. نحن ننتظر بس لتعطينا النتيجة، ضروري ما تكونوا عم تحكوا ولا حتى عم تتحركوا وتكونوا عم تاخدوا ضغطكم، وتحفظوها للميموار لتفيدوا الطبيب طبعا بالنتيجة. عصرت لي الشرايين، شفت الشرايين لان عم يعني عن جد عم تعطي الضغط. فاذا هيدول هيك الارقام هالقد كبار وواضحين. الهديه اللي رح تكون معها هي هديه مهمه كثير، لانه اليوم وقت الواحد ياخذ حراره اولاده اوقات بس بيستعمل الايد، واذا اتصل للطبيب
انه ما بيقدر يتكهن قديش الحرارة، وفي اولاد يعني بينقهروا كتير وقتها بدهم ياخدوا حرارتهم، فما بقى تعبون وتقهرون، مش انه اذا ميزان للصنديحة منه اكيوريت، بالعكس. فهون بس عنا كبسة واحدة لح يحط لي النتيجة السابقة، بيرجع بيكتب لو، هول النتائج اللي قطعت، هلا بيكتب لو، وبس وقت بحطه هون اخذ الحرارة 36.3 يلي هي الحرارة الأكيدة انه هيك، يعني هي ما بتكون تزيدوا لها نص درجة اذا نحن كبار. الصغار بتخيل انه ببرمو هيك، الكبار الصغار بتخيل بتكون تزيدوا لهم نص درجة، فيكم تعرفوا هيدا الشيء من الكتالوج يلي موجود. كمان نفس هيدا الميزان بتشيل القطعة الفوقانية، بصير عندكم ميزان لتقدروا تاخذوا الحرارة من الأذن لأعمار أصغر أوقات، كمان عم بيكون أكوريت. فهيدي ميزانين بميزان واحد على الإنفراريد كتير لذيذ إنه يكون موجود، لأنه عن جد بيريحنا من المعاناة بأخذ الحرارة. ميزان ديجيتال تاني رح يكون هدي لكم لسات ديجيتال، طبعا سريع فينا نحطه تحت الباط أو تحت الفم، يعني نستغنى عن الطرق التقليدية من ايام جدودنا وتستفيدوا من هيدي المجموعه 79100225679، بتوصل لعندكم اكيد من دون اي تكاليف اضافيه مع كفلتها من قبل اجي. نرجع لمتابعه الحلقه بعد هيدي الوقفه. بعدكم عم بتابعوا الحلقه من لابوتيك. ستيم كوكر موجوده لكل الناس اللي بدهم ياكلوا اكل صحي، وانما اكل له طعمه له نكهه وسهل التحضير. بتختاروا الستيم كوكر من خلال برنامجنا يلي كمان هي ماركتها المانيه، وشوفوا عده طبقات فينا نوضع فيها كذا نوع من الماكولات، فيها تكون كلها خضره، فينا اعمل فواكه مثل الكوبات، فينا فلفل رز، فينا اسلق البيض، وفينا اقدر اطبخ الدجاج اللحمه وغيرها على البخار. النكهة مغايرة جدا عن الاكل المسلوق، والاستفادة اكتر بكتير من الاكل المسلوق، لانه ما عندي فيتامينز عم بتروح بالمي وعم كبها وعم بتطير بالبخار. نظيفة وسهلة وامنة، موجودة مع تايمر حتى تحددوا انتو الوقت اللي رح يستغلقوا المأكولات بالتحضير. الطريقة اللي تستخدموها بالاول، بتعبوا مي تحت مية شرب، بترجعوا بتحطوا الصينية اللي عليها رح ينزل ترسبات من هالطبقات الثلاثة، بنحط البروتين تحت يعني الدجاج اللحمة بالأول، أنواع الخضار كاملة، في يكون درع رانيس، في يكون أردشوكة، في يكون أي نوع من الأكل يلي بدنا نطبخه ونسلقه على البخار. بالطبقة الفوقانية رح تحطوا فيكن رز، هيدا رز ني منقوع، دايما بقلكن لازم تنقعوا، والبيض فيني استغني عن هيدي قطعة الرز وحط بس بيض، وحتى البيض فيني حطهم تحت وكرجوا، يعني لو مسلوقين قبل ما بيكرجوا، بس للي عنده شك بعد بالموضوع 25 دقيقة لحطهم، دايما بيخلص البيض على 25 دقيقة اذا كان بالطبقة الثالثة، هيك نحن عم نجربها على الهواء. الكبسات موجودين قدامكم رح تدوروها بالاون اوف، بتحطوا ست وبتحددوا الاوقات رح نحطها، فاذا وبترجع هي لحالها بتضوي احمر، حطيناها 27 بتضوي لحالها احمر ودغري ببلش المي اللي موجوده هون عم تتحول لبخار. البخار قادر يعمل طريقه تصاعديه، يعني يقدر يطبخ الدجاج بلا ما يعمل لي ريحه زنخه، بلا ما تعمل كمخه كمان على الدجاج. هون رح ينطبخ الخضره، رح تنسلق، رح يبقوا الوانها مثل ما هي فريش وانما مستويين، الرز كمان رح تكون نكهته اطيب، والبيض اكثر صحه وقت يكونوا عم ينسلقوا على البخار. موجوده ومكفوله من بومن الماركه الالمانيه، سعرها فقط 75 دولار، وطبعا عبر 79100225679 فيكم تتصلوا فينا وتحصلوا عليها. كما انكم فيكم تضيفوا على اغراضكم المنزليه الكهربائيه الماشين يلي هي مخصصه للكريب، يلي معموله بشكل دائري حتى تطلع عندكم عجينه الكريب مبرومه كله نفس المقاسات، معموله من الفانت، سماكه كبيره من الفانت مزوده باسفلها في ريزيستانس مغطايه كل هيدا الطبقه الاسود،
مطلية من التفلومن على التصاق المأكولات مزودة بحرارة، فيني اقدر اتحكم بالترموستات تبعها حسب قديش صارت حرارتها عالية، موجودة مع كفالتها من خلال بومن وسعرها 69 دولار. الميلك شيكس وتحضير الصلصات صار فيكم تعملوها بالميكس اند جو يلي هي كناية عن مطر فعال قوي بكبسة، فيني اتحكم بقديش بدي اخفق الاكل يلي عم بحضره ان كان مشروبات ان كان بس عم بطحن التلج، ومن بعد ما اقوم بطحنها فيني احضرها لاقدر استفيد منها دغري اشربها انا ورايحة. موجودة كمان ومكفولة من بومن، وبرجع بذكر انها ماركة المانية. بنتقل لزوكيني تيرنر يلي كميات الملونة بطلت موجودة بلابوتيك، ففيكم تختاروا بس اللون الابيض، اكيد كلهم معهم راسين، واحدة اكبر من الثاني، وسهولة بتحضير كافة انواع المحاشي لانه هي رح تنقر، مش نحن بدنا نحرك ايدينا، هي لحالها وقتها بتفوت بتبرم، انا بس ببرمها شوي لاقدر القط كل الجهات. هيدي راحت، صغروا لي اياهم بعد كثير صغار هالكوسيات، فهيك طبعا السرعه فينا اتحكم فيها. ليكم ألذة بيخلصوا بوقت اكيد اسرع من ما اكون انا عم حضرهم بالطريقه التقليديه. موجوده من خلال بوتيك اذن بالسعر اللي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه، وطبعا مكفوله من قبل الوكيل. بدي قلبت الكلينكس اذا بتريدوا لا قدر غسل ايدي بعيد الوقت، رح ننتقل لفيديو بعرفنا اكثر عن الشاشلك من افبا الماركه التركيه. تابعوا هيدا الفيديو وتعرفوا اكثر على ماشين لذيذه للمشاوي، منتابع. مثل ما شفتوا اذا الشاشلك هي جريل عمودية بخدمة دوران للشيش حول ريزيستانس مغلفة من الفخار، وبالتالي عندي مشاوي عم تستوي من الداخل الى الخارج، ما بدي انا اقلب الشيش اللحمة، وحتى استخدامها داخل المنزل امن سهل، وحتى في نعير التايمر حتى تقدر تعطيني نتيجة سريعة. معمولة بشكل اكزاغون، الازاز تبعها مقوى وبيضبط الحرارة بالداخل وبيضبط الدخان بالداخل، البلاستيك تبعها ما بيسخن يعني فيني ارجع ارفع الغطاء وقتها بدي ازيل هالشيش. الشيش بدوره معمولين هيك مربوطين على بعض حتى لي اذا كنت عم بعمل كفتة وفيها دهنة ما تصحت عن الشيش، وانما الدهنة تصحت على هالكبيات الصغار يلي موجودين باسفل كل شيش، وبالتالي يكون عندي اكل مايل كتير للصحة اسرع من انه اشوي على الفحم، ونكهة مختلفة مع خمسة شيش اضافية حتى تقدروا كل دقيقتين تعملوا خمسة شيش من اللحوم والمشاوي، مع التايمر يلي فيكم تعيروا وتقدروا تعرفوا كل صنف من الاكل قديش بياخد وقت، وبهالشكل فيها حياة لست بيت تحضر المشاوي قبل ما يجوا الاولاد بعشر دقايق، ويوصلوا الاكل سخن والمشاوي تكون صارت كل يوم فينا ناكل مشاوي مش ننطر الاحد والويك اند والمناسبات. موجودة مع كفالة 3 سنوات من قبل اف باي يلي بدوره رح يعملكم اياه بمجرد انكم تتصلوا فيه على الارقام يلي هلا عم تطلع قدامكم على الشاشه. 7-in-1 هي برودكت كثير اساسي من افبا، ذكي بتصنيعه خاصه انه وقتها بيعملوا جوله بالاسواق بلاقوا انه الفود بروسيسور الكبار ما بقى حدا يشتريهم لانه مطابخنا صارت عم تكون اصغر، ما كثير بقى منعوزة، فوقتها استعملوا الفود بروسيسور على ستاند صغير بينحط بالمطبخ على متناول ايد السيده، منا محكومه بجرن قياسه صغير، بل المطار يلي فيه له كذا سرعات بيأمن لها خفق، طحن، عجن، فرم، مثل ما السيدة بدها، فعلا بتصير وسيلة أسهل أنظف وأمتع بالشغل داخل مطبخنا. المطار بيقدر يتركب على الجرن الكبير يلي مزود بيه
اربع شفرات، وهون عم نحكي عن سرعه بالفرم، يعني للبصل للحمه لنحضر كبه بقدونس اي شيء من الاكل فينا دغري افرمه مباشره بقلب هالجرن الكبير، وهو زيت الموتور فينا نوصله على الشفره اللي معموله من التيتانيوم يلي قادره تطحن العدس بقلب الطنجره، الحمص بطحينه، البطاطا، البيري كلها داخل الطنجره. وهون الافضل يكون عم ينطحن الماكولات مع قشره، خاصه ونكون عم نحكي عن الحبوب حفاظا على الغذاء الموجود بقلبها. عجينه مزدوجه وخفه على الجاتو مزدوجه كمان بتركب على نفس الموتور، ومن هون بكون فينا اعمل قلب جاتو كبير بهيدي الماشين، اضافه كمان للشيكر يلي فينا استخدمها مع الكاب او على حيالله جات كبير عندي مكفوله ثلاث سنين من قبل افبا يلي رح يوصلكم ياهن بدوره على بيوتكم وين ما كنتوا بلبنان، واكيد من دون اي تكاليف اضافيه. افبا انشهرت ايضا باهميه الافران يلي موجوده عندها، خاصه انه مارك افبا بتعتمد على الريزيستانس يلي هي عم بتكون اهم ريزيستانس موجوده بالاسواق، لانه قوية وبتغطي كل هيدا الفرن يلي بدوره ساعته 46 لتر، عم نحكي عن فرن كبير، فرن عائلي مزود بالقزاز المقوى والريزيستانس بتغلفه من كل الجهات، ومن هون من كتير بحاجة قلب الأكل وأبرم صينية الكبة لأنه قادرة تاخد الحرارة متساوية قد ما كان كبرى، علما انه الصواني كبار يلي موجودين مع فرن افبا. ريزيستانس بالاسفل محميه، حتى اللي في حال كنت عم بشوي سمك فردنا ونزل شويه مرقه ما بينزلوا على ريزيستانس وهيك بتعيش لوقت اكثر. ضمان الحراره موجوده من خلال الكونفكشن للخبز اساسي، والمروحه يلي عم تقدر مروحة يلي عم تقدر تبرم الحرارة متساوية كمان، وبالتالي عندي حرارة بقلب هيدا الفرن كاملة. موجود من خلال أثبة بالسعر اللي عم تشوفوا قدامكم على الشاشة، وطبعا مكفول من قبل الوكيل ثلاث سنوات على ريزيستانس على الباب على الازاز على اي شيء من افا. في منه عده الوان كمان فيكم تختاروا هيدا الشيء. بالتالي الاكوا فاك اللي هي 3 ان 1 او حتى 2 ان 1 او العكس، 2 ان 1 يعني بتشفط مي بتشفط غبير، 3 ان 1 يعني كمان بتامن لي خدمه ترش روايح حلوه واسانس موجوده معها وانتم تختاروها بدوركم. الاكوا فاك هي مكنسه كهربائيه اساسيه لانكم تستعملوها للتعزيل الكبيره يعني للباركيه في الاكسسوار للموكات للمفروشات، مع اضافه الماء على الجرن حتى لهالغبائر تنزل من التلسكوبيك تيوب الى داخل الباكت يلي موجود فيه ماء وبالتالي بتفرغوه، او توضعوا الكيس يلي معمول من القماش وكمان تفرغوه. كمان خدمه اضافيه موجوده انه قادر هيدا التلسكوبيك تيوب وكل الاكسسوارز يلي موجودين معها انها تشفط المي، فاذا كان عندي مي فايته على البيت او قلب شيء مي او طاف الحمام فردنا فيكم تشفطوا المي بواسطتها وتفرغوه للخارج. الموتور تبعها مغلف بكذا فلترز وهيك ما بقى بتطلع روايح الى الخارج، والموتور بيكون كمان مره محمي مزود بعدة دوليب حتى لتبرم ونقدر نبرمها يعني بقلب البيت. فيها نظام السايكلين يلي بخليها تكون نظيفة وما بتطلع لي غبير إلى الخارج، والإسانس اللي خبرتكم عنه حتى لي كمان نضيف روايح عطرة على البيت وعلى البرادة نحن وعم نستعملها. إذا مكفولة من قبل الوكيل وموجودة بالسعر يلي عم بتشوفوه قدامكم على الشاشة. أرقام الوكيل هلا رح تبطل على الهواء، فإذا بدكم كمان مرة أرقام فيكم تتصلوا فينا مرة جديدة على 79-102-5679 ونحن نوصلكم إياها أكيد من دون أي تكاليف إضافية. ننتقل للمكوية يلي هي مكوية عمودية وإنما ستيمر بنفس الوقت، منا مكوية عادية، مكوية عن بعد قادرة تكوي التياب، إذا شلنا قميص لو كانت مكوية أوقات بتضلها بتحسوها متعوجة، ففيكم تستفيدوا من هيدي المكوية من يلي بتعبوها مي بتكبسوها بس كبسة أول ما تدور رح تقدر تدخلي البخار، إلى أكسيلة تحطوا القمصان، إلى أكسيلة تقدروا تحطوا البلاطنين، وطبعا في الفرشاية في حال عندي كبوت عندي كنزة مش هالمرة بدي أكويها يمكن شيل منها الروايح الكريهة، قادرة بواسطة البخار يلي رح يعقم إنها تزيل الروايح. لبين ما تتحول المي لبخار رح نفك القميص، شوفوا قديش مجعلكة تتعدل، يعني فينا طولها فينا قصرها
حسب شو حاطة عليها، اذا حاطة فستان سواري موسلين كمان فيني اكوي بواسطتها. خليني يمكن ما فيها معي ولا فيها معي. هيدي هي المكوية اللي رح تستعملوها. من هون رح يطلع البخار اول ما تستحمل مي وتتحول لبخار، وبس بتمرقوها على التيب حتى تعطيكم النتيجة. رح اتركها شوي. بلشت تطلع. الفرشاية رح توصلوها كمان عليها. بتفوت هون. كتير سخنة. بتفوت هون. ما رح تحطها. يلا خلينا نشوف على الكاميرا بيفور اند افتر مطرح التعجيد. تقدروا تمرقوا البخار وهو يقدر يكوي يهدل التيب وكمان يزيل عنهم الروايح يلي ممكن تكون بارفان قديم على وما رجعنا غسلناها، ممكن نكون جايين من السهرة او طاهرين من شي ميتينج ريحتنا دخان، فهيك بتقدروا تقوموا بالكوي بطريقه عموديه سهله. المنيح فيها كمان انه اذا عم نكوي البلاطنين السود ما بيلمعوا البانسيت للرجال، بيضلن موجودين وواضحين. شوي شوي بس عم تفضى من المي مش مجهزينها. هيدا الصوت ال لا اذا واحد لبسها ما في لا بتضعف الان، فيك تستعملها للتضعيف. بتذوبك ذوبين. ها بدك تعال نجرب انت ولبسها، ما انت اللي عم تسال السؤال مش انا. شو؟ لا انا ما بغضب على حدا. علقوله ميكرو يا ما مقابله. اوكي فاذا هيك خلص بكملها كلها بصير بتعطوني اجرتي. موجودة إذا من خلال بوتيك بالسرية اللي عم تشوفوه قدامكم على الشاشة هون رح تعبوا المي للمستوى العالي. كمان مرة بقول إنه لازم تكون المي مي تشرب، يعني تحسبا من إنه تسد بواسطة الكالكير، فأفضل تكون المي مي تشرب. منيحة لتكون محطوطة بحيلا بوتيك بحيلا محل وحتى بالبيوت. أسعارها موجودين قدامكم على الشاشة، واتصالاتكم فينا على الأرقام كمان 79-225-6789. خلينا ننتقل لفيديو خاص بتايني اكسترافاجانس وكولكشن مهمة وحلوة كتير من القصات والأقمشة لعبيات رح تستفيدوا منها عند اتصالكم فينا. تابعوا هذا الفيديو. We'll be right back.
هيدي الكولكشن اللي شفتوها سينيه تاني اكسترافاجانس، وطبعا فيكم تختاروا اي عبايه شفتوها على الشاشه، وحتى من خلال كوليك سنتر فينا نفيدكم بصور اضافيه، وبندعيكم انكم تعملوا لايك على انستغرام الخاص بتايني اكسترافاجانس. كل عبايه موجوده فقط ب 60 دولار، وطبعا رح يكون في معها هديه مهضومه كثير، وهي كوليفيشي سبق وشفتون لا تايني اكسترافاجانس، ان كان على انستا ان كان على الفيسبوك وحتى على لابوتيك صفحتنا الخاصه على فيسبوك والسايت اللي موجود لكم، حتى تستفيدوا مش بس عند تحضروا الحلقه وانما كمان انتم عم تعملوا سيرف على الانترنت. حلو الانترنت هيدي، مع قل التعريف وهي كلمه اجنبي مش مهم، المهم انه ينعاد عليكم جميعا مره جديده، وكمان هديه اضافيه للعيد مع كل ساك من تايني اكسترافاجانس رح يكون في مع كفر للايفون باشكالهم الحلوه الستراس والشك، وهيدا اكثر شيء حبيته انت مشيك ساكيت اللي هن لماس باي ام جي، مشغولين شغل يدوي حرفي بشكل كثير نظيف، في نساج رائع عم بيكون من الكروشيه القطن المطاط، حتى تكون كل سيده مميزه بساك هي حملته على ذوقها، في يكون سنوبي، في يكون ميكي ماوس، وفيكم تحطوا الانيشلز تبع اساميكم واي لوجو انتم بدكم اياه، بس تبعتوا لنا اياه عبر الواتساب ونحن بنقول لهم يضيفوا لكم اياه على الساك الخاص فيكم. كمان لماس باي ام جي هن موجودين حصريا من خلال بوتيك باسعار جدا رائعه ومناسبه مقارنه باسعارهم يلي ممكن تكون شغل مكانات وموجودين بالاسواق. انا بتمنى لكم بون ويك اند وبون رونتري للاولاد يلي بعد ما فاتوا على المدرسه، خلص هلا هيدا اخر ويك اند للاولاد، فان شاء الله تكون تمروا السنه على خير على الجميع، وبشوفكم التنين، الله راد، باي باي.